السلام عليكم. إذا كنت تعاني من مشكلات عدم القدرة على حذف أي مجلد أو أي ملف في سطح المكتب الخاص بك كما تشاهد الآن، أريد أن أقوم بحذف هذا الملف. كليك يمين بالزر الأيمن ثم أختار Delete حذف. راح تظهر لي هذه الواجهة Item Not Found. There is no longer located. بعض يعطيك المسار. أختار Try Again. لا أستطيع أن أقوم بحذف هذا المجلد. فإذا كنت تعاني من هذه المشكلة فهذا الفيديو لك. لكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو، إذا كنت غير مشترك في القناة اشترك في القناة، نورنا، كذلك اضغط لايك لهذا الفيديو فهذا يحفزنا ويساعد على انتشار الفيديو، ايضا شير لهذا الفيديو لتعم البعيد الجميع. نبدا على بركه الله في الشرح. لاحظ هنا عندي هذا المجلد، لا استطيع ان اقوم بحذف هذا المجلد. لو ضغطت كليك يمين بالزر الايمن ثم اختار ديليت تراي اجين، لا استطيع ان اقوم بحذف هذا الملف. هذه المشكله قد تكون سببها وهو وجود مسافه في نهايه الاسم. لو ضغطنا كليك يمين بالزر الايمن ثم اخترنا رينيم، لاحظ هنا قد يكون عندك مسافه وقد لا يكون عندك مسافه. اذا كان عندك مسافه هنا في نهايه الاسم، قم بعمل ديليت لهذه المسافة وبعد ذلك سوف تستطيع أن تقوم بحذف هذا المجلد. إذا لم يكن عندك مسافة ولا زلت غير قادر على حذف هذا المجلد، سوف أعطيك طريقة. تذهب إلى شريط السيرش هنا وتكتب SMD، تختار Common Prompt، ومن ثم كليك يمين بالزر الأيمن تختار Run as Administrator، تختار Yes. حاليا سوف تقوم بكتابة هذا الأمر. هذا الأمر سوف تجده في صندوق الوصف لهذا الفيديو. تختار كوبي لهذا الأمر الموجود في صندوق الوصف لهذا الفيديو، ومن ثم تختار هنا بيست. أوكي، بعد ذلك تقوم بكتابة مسار المجلد. كيف تقوم بكتابة مسار المجلد؟ تدخل إلى المجلد، تفتح المجلد، ومن ثم تذهب إلى هنا وتختار كوبي. بعد ذلك تغلق المجلد. بعد ذلك تذهب إلى الأدمينستريتور كامون وتختار بيست. حاليا سوف أختار إنتر. هنا يعطيك Are you sure؟ هل تريد حذف هذا المجلد؟ لاحظ المجلد الآن، سوف أختار Yes. حرف الواي، تضغط على حرف الواي ومن ثم تختار إنتر. لاحظ انحذف عندي المجلد. بهذه الطريقة سوف تنحل معك مشكلة عدم القدرة على حذف أي مجلد أو أي ملف باستخدام هذا الأمر. سوف تجد الأمر هذا في صندوق الوصف لهذا الفيديو. إلى هنا لازم أنهي الفيديو. إذا عجبك الفيديو لايك، أيضا شير لهذا الفيديو لتعم الفائدة الجميع. أيضا إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناتي على اليوتيوب وكنت غير مشترك في القناة، يا ريت تشترك في القناة وتضغط على زر سبسكرايب اشتراك، تنضم إلى أكثر من 50,000 مشترك ومشتركة على هذه القناة. أيضا لا تنسى من تفعيل زر التنبيهات الجرس لتتوصل بكل فيديو جديد أقوم بتنزيله على هذه القناة. كان معكم مهيب فؤاد مليمة، في أمان الله.